الكتابة الأسبوعية بدأت في نهاية عام 1993 ميلادي. في عام 1997 على ما أذكر كنت في زيارة للدكتور هاشم في صحيفة عقاب، يعني زيارة عادية، يعني أسلم عليه وأمشي وكذا. فطبعاً الدكتور هاشم له أسلوبه في يعني تفجير القنابل يعني، وطبعاً أكن له احترام كبير جداً، ومن الصعب يعني أنه يعني أقول له لا بشكل مباشر. فأطلق مفاجأة كبيرة جداً، قال لي شوف يا حمود، أنت نفسك نفس كاتب يومي. قلت له نعم. قال لي أنت كاتب عمود يومي، أنا صحفي ورئيس تحرير، أنا لا أجامل ترى أحد في هذا الكلام، ولكن أنت يجب أن تكتب عمود يومي. يا دكتور هاشم صلي على النبي، كذا ما يمشي الحال يعني، عمود يومي هذا مسؤولية كبيرة جدا يعني، صعب جدا، ما أقدر. قال لي لا تقدر. قلت له بس ما أقدر يعني التزم بالموضوع هذا. قال لي لا تقدر وتلتزم، والآن تأخذ 5 أوراق A4 هذه حق الله، وتروح مكتب هناك وتروب، وأبغى نهاية اليوم أنا بمشي على الساعة 6، أبغى 5 مقالات مكتوبة في حدود 350 إلى 400 كلمة ماكسيموم. يا دوب طيب أعطيني وقت. قال لي ما في وقت، تروح الآن الأفكار حتجي، دبر نفسك. الحقيقة كنت في وضع لا أحسد عليه يعني، بشكل ما استطعت كتابة 5 مقالات، سلمتها للدكتور هاشم، اطلع عليها فورا، أشر عليها للنشر، قال لي هذه المقالات من بعد بكرة حيبدأ نشرها، لابد أن تختار اسم لعمودك أو زاويتك، ولازم يكون موجود اليوم على أساس خلاص إحنا حنبدأ ننشر. فكرت في أكثر من عنوان، استشرت بعض الأصدقاء يعني في الصحيفة وخارج الصحيفة، فتقريبا كان هناك شبه اتفاق على مسمى تلميح وتصريح، ومن ذلك اليوم بدأ عمود اليومي في صحيفة عقاب تحت مسمى تلميح وتصريح، ومنذ ذلك الوقت ونحن نلمح ونصرح إلى الآن. يعني كانت هناك إشكالية عندما تكون مسؤول أو حتى يعني موظف في قطاع حكومي وتكتب وتمارس النقد لقطاعات حكومية، كانت هناك إشكالية ما كنت أدركها في البداية يعني، أو لم أكن أعرفها. فبدأت يعني أتلقى تنبيهات يعني من بعض أصدقاء، من بعض مسؤولين، تعال يا أخينا فين رايح، أنت مسؤول حكومي وجالس تنتقد قطاعات حكومية بقسوة، مش كده وبس، أنت تنتقد القطاع أو الوزارة اللي أنت موظف فيها ومسؤول في 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 أحد قطاعاتها، فين رايح أخينا؟ الحقيقة كنت في حيرة يعني، لم أكن أتخيل إنه هذا الكلام وارد يعني، أعتقد إنها يعني مقولة اخترعت أو يعني تم التطامن عليها يعني لكبح هامش النقد، شايف ولا لا؟ فالحقيقة لم أستسلم لها. أنا أتذكر يعني أنه مرة أول ما استلم الدكتور أسامة شبكشي الله يمسيه بالخير وزيراً للصحة، كتبت مقال بعد توليه الوزارة بحوالي في أول أسبوع، مقال كان في نص صفحة كيف الصحة، وتطرقت لكل الإشكاليات والسلبيات اللي موجودة في وزارة الصحة. فقيل لي وقتها أنت بكرة بعده حيقولوا لك مع السلامة وحتتعرض لي يعني مساءلات شديدة جدا. الحقيقة أنا أكبر الدكتور أسامة الشبوكشي، كان الصف الثاني في الوزارة والمسؤولين الثانيين كانوا مستائين جدا، وتلقيت تليفونات يعني تحذيرية وإلى آخره، ولكن الدكتور أسامة فاجأني برسالة من صفحتين، رسالة في منتهى الجمال، وكان يتفق معي في كل ما قلت، في كثير مما قلت الحقيقة، وإنه طموحك هو طموحنا، وإنه يعني نسعى إلى ذلك، بل الأكثر من ذلك يعني أثناء
أزمة أو كارثة الوادي المتصدع بمنطقة جيزان. أنا كنت عضو في اللجنة التي تدير هذا، وكان الوزراء بعض الوزراء موجودين في المنطقة، ومنهم دكتور أسامة شبكشي. وقتها كنت أكتب عمود يومي، فكان تقريبا معظم فترة الكارثة هذه كان تركيزي أو عمودي اليومي كان عن الإشكالات الموجودة في المنطقة التي أدت إلى هذه الكارثة: الزراعة، صحة البيئة، البلديات، الطرق، والصحة أيضا. وكنت أنتقد أداء وزارة الصحة حينها، ومرة أخرى يعني أكبر للدكتور أسامة شبكشي أنه كان يتقبل ذلك بصدر رحب، لأني كنت أقول الحقيقة. يعني ليس نقدا لمجرد النقد أو لمجرد أو ليست فيه شخصنا لأحد، ليس فيه استهداف لأحد، أنا أتكلم عن قطاع يحتاج إلى تطوير، وأكتب من واقع معرفتي بهذا القطاع يعني.